9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين. كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية لمنطقة قناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة. وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باستمرار إتاحة الأرز أمام المواطنين في المجمعات والمنافذ بالمحافظات على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير التموين لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية، وأيضا للاطمئنان على توفرها للمواطنين. واستعرض الاجتماع موقف أرصدة السلع الأساسية وضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن القتال في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا ما زال محتدما كما كان في الأيام الأخيرة. وأضاف زيلنسكي أن مستوى الهجمات الروسية لم ينخفض، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجيش الأوكراني وثق أكثر من 400 جريمة حرب، وتم العثور أيضا على جثث قتلى من المدنيين والعسكريين بمنطقة خيرسون التي استعاد الجيش الأوكراني مناطق منها بعد انسحاب روسيا. يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ في جزيرة بالي بأندونيسيا، وذلك قبل انطلاق قمة مجموعة الـ20 غدا الثلاثاء. وعلى هامش قمة رابطة جنوب شرق آسيا آسيان بكمبوديا، أكد بايدن أنه سيسعى إلى تحديد خطوط حمراء في العلاقات بين واشنطن وبكين. وتوقع بايدن أيضا أن تكون المحادثات مع الرئيس الصيني صريحة. أعلنت فرنسا أنها طلبت من أوروبا الإسراع في اتخاذ قرار بشأن رفض إيطاليا استقبال سفينة أوشن فايكنج التي تحمل 230 مهاجرا. وانتقد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أن إيطاليا لرفضها استقبال السفينة وأنها تتخلى عن مسؤولياتها تجاه جيرانها. من جانبها أكدت إيطاليا أن دولا عدة تعهدت منذ يونيو الماضي استقبال 8000 مهاجرا لمساعدة روما، لكنها لم تستقبل منذ ذلك سوى 117 مهاجرا فقط. أعلن وزير المالية البريطاني جيرمي هانت أنه سيتم اتخاذ قرارات صعبة جدا لإنقاذ الاقتصاد قبل أيام قليلة من عرض ميزانيته. وقال هانت أنه سيطلب من الجميع تقديم تضحيات، محذرا بأن الضرائب سترتفع في مواجهة ارتفاع غلاء المعيشة. هذا وتجاوز معدل التضخم في المملكة المتحدة 10%، وبسبب أيضا ارتفاع أسعار الطاقة تكافح العديد من الأسر لدفع فواتيرها. نهاية موجز 9، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.